السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنحاول نعمل مع بعض الديكور اللي في الصورة. الديكور مستوحى من لوحات الريزن الجميلة، لكن هنحاول نعمله باستخدام الدهانات المائية. يلا بينا. أول خطوة هستخدم فيها الذهب المائي، وهعمل فيها طبقتين في الجزء اللي هيكون فيه شرايط التيب باستخدام الرولة المهير الناعمة. الخطوة التانية هتكون باستخدام التيب الواحد سنتي عشان أعمل الخطوط المموجة داخل الجزء الذهبي، وهتكون على شكل موجات متقطعة. الخطوة الثالثة هعمل طبقة خفيفة من الذهبي عشان أسد أطراف التيب ومنع تسريب الألوان تحت التيب. أما في الخطوة الرابعة هصنفر بصنفرة ناعمة عشان أشيل أي شوائب قبل دهان الألوان. الخطوة الخامسة وهي دهان طبقتين من البلاستيك الربع لامع الأبيض في الجزء العلوي من الديكور عشان أخفي آثار الذهب الزائد، وعشان يبقى شطبنا الجزء العلوي من الديكور. في الخطوة السادسة هدهن طبقتين من اللون الأسود ربع اللامع في الجزء الباقي في الديكور.
الخطوة السابعة معانا وهي خطوة جمالية أكتر، هستخدم الستنسل المانديلا وهعكس الألوان الستنسل الأسود على الأبيض والأبيض على الأسود. أما الخطوة الأخيرة هشيل التيب عشان نشوف الشكل النهائي. أتمنى إن شاء الله يكون الفيديو عجبكم. شكرا جزيلا لكل اللي شاف الفيديو، يشرفني اشتراككم في القناة. مع السلامة وأشوفكم في الفيديو القادم.